صراحة بغينا نأكدوا الانتصار ديالنا ديال الدفاع الحسني الجديدي. دخلنا عازمين صراحة، اللعبة كاملين، إدارة، ستاف تكنيك، كيف ما شفتوا المقابلة الحمد لله كنا واقفين مزيان، لورغانيزاسيون كانت مزيانة، لولا داك البيت اللي جا في آخر دقائق ديال الشوط الأول هو اللي بعصر شوية الأوراق ديالنا. ولكن بدينا عاوتاني الشوط الثاني بنفس العزيمة، وفي الدقائق الأخيرة تقريبا واحد 15 دقيقة الأخيرة تعطوا لنا جوج لعبة صراحة، حمودان وإجروتسن في الدقائق الأخيرة، وحتى العز اللي اضطرينا نغيروا ثلاثة الأماكن صراحة جملة واحدة اللي خلانا ما نكونوش في ديك النجاعة الهزومية اللي كنا غاديين بها، لأن كيف ما شفتي في الأواخر كنا احنا خدينا زمام من الأمور، سجلنا الهدف الأول وكنا عازمين صراحة باش نزيدوا الهدف الثاني لولا خروج لاعب إجروتن ولاعب حمودان ولاعب العز. وكان اعتذروا للجمهور الكريم ديالنا وكان وعدوهم بانتصارات القادمه ان شاء الله. عندنا واحد الفتره ديال التوقف نخدموا فيها مزيان، نراجعوا الاوراق ديالنا وان شاء الله يكون خير.